أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص التربية الإسلامية مدخل التزكية عقيدة. الموضوع: الله يسمعني ويراني السميع البصير. أما بالنسبة للأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في هاتين الحصتين، وهي أن أتعرف أن الله يسمع ويرى، الله السميع البصير، أن أوظف اسمي الله السميع البصير في وصف الله تعالى، أن أؤمن بالله السميع البصير الذي يسمعني ويراني. إذن نبدأ على بركة الله. أفكر. وجدت فاطمة أمها في غرفة ليلا ترفع يديها إلى السماء، فقالت لها: ماذا تفعلين يا أمه في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ فأجابت: أصلي وأدعو الله لي ولوالدي وللناس أجمعين ولهذا البلد الأمين. فردت عليها: ومن يسمعك ويبصرك وأنت في غرفة معزولة وفي ليلة مظلمة؟ أعيد، اقرأوا معي. وجدت فاطمة أمها في غرفة ليلا ترفع يديها إلى السماء، فقالت لها: ماذا تفعلين يا أمه في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ فأجابت: أصلي وأدعو الله لي ولوالدي وللناس أجمعين ولهذا البلد الأمين. فردت عليها: ومن يسمعك ويبصرك وأنت في غرفة معزولة وفي ليلة مظلمة؟ إذن أعزائي التلاميذ، في نظركم من الذي يسمع الأمة وهي في غرفة معزولة وفي ليلة مظلمة؟ من يسمعها؟ جيد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمعها. لماذا كانت تدعوه وهي وحدها؟ الأم لماذا كانت جالسة في غرفة مظلمة، في غرفة معزولة وفي ليلة مظلمة؟ لماذا كانت جالسة وحدها؟ أحسنتم، لأنها تعلم بأن الله يسمعها ويراها أينما كانت وأينما وجدت. أحسنتم. نقرأ، اقرأوا معي. يقول الله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا. سورة الانشقاق الآية 15. ويقول الله تعالى في سورة المجادلة الآية الأولى: إن الله سميع بصير. إذن ما معنى السميع عندما نقول الله يسمعنا؟ ما معنى؟ إذن يقصد بالسميع من أسماء الله الحسنى، ومعناه أن الله تعالى يشاهد ويرى ولا يخفى عليه شيء. جيد، ما معنى البصير؟ البصير معناها بأن الله يرانا، وهو من أسماء الله الحسنى، ومعناه سمعه تعالى لجميع الأصوات، أي أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع أصوات المخلوقات التي خلقها على وجه الكون. وظف تعلماتي. إذن نقرأ معا. رابح يختفي عن أنظار الناس فيرتكب أعمالا سيئة
حتى لا يراه أحد، انطلاقا من قول الله تعالى أيحسب أن لم يراه أحد، سورة البلد الآية 7. أعد: رابح يختفي عن أنظار الناس فيرتكب أعمالا سيئة حتى لا يراه أحد، انطلاقا من قول الله تعالى أيحسب أن لم يراه أحد. إذن رابح يفعل ويرتكب مجموعة من الأفعال الغير الصالحة، مثلا يكذب على والديه أو يسرق أدوات زملائه في القسم إلى غير ذلك، فيعتقد بأنه لا يراه أحد ونسى بأن الله سميع بصير. إذن حاولوا أن تقدموا لرابح توجيها نافعا له، ننصحه ونبين له بأن الله سميع بصير. فكروا جيدا، سأعطيكم مهلة للتفكير. جيد، إذن سنحاول أن نقدم له هذا التوجيه. إذا كنت تعتقد أنه بإمكانك ارتكاب أفعال سيئة بمفردك حتى لا يراك أحد، فتذكر بأن الله سميع بصير. أحسنتم. إذن أعزائي التلاميذ، وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. لدينا ملخص. إذن خذوا دفاتر الملخصات واكتبوا تاريخ اليوم الأربعاء 27 ماي 2020 ميلادية الموافق لأربعة شوال 1441 هجرية. تزكية عقيدة: الله يسمعني ويراني السميع البصير. إذن هذا العنوان. ملخص: آمنت بالله السميع البصير الذي يسمعني ويراني. قال الله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، سورة الانشقاق الآية 15.